اليوم خلطة بديل الإبر اللي يسمونها بعض التاجرات، حطينا فيها نص صابونة دوف ونص صابونة العكر الفاسي، وحطينا نص كوب موية ورد، وحطينا عصرتين من كده يعني تقريبا 4-5 ملاعق من كريم البابايا، وحطينا فنجان نشا الذرة لكن ذوبناه في موية ورد، وحطينا واحد حليب المراعي أو حليب السعودية أو أي حليب عندك، وحطينا ملعقتين كبيرة إلى 3 ملاعق جلسترين، وخلطناهم كلهم مع بعض. راح يصير قوام كريمي لأن لسه ما خلطتهم كويس، بس راح يصير كأنه كريم وراح ينشف وما راح يلصق بجسمك ولا راح يضايقك.